اهلا لجولتنا مع زملائنا الاعزاء مراسلي قناه النادي الاهلي. تعالوا نروح لمقر جريده الشروق للاطلاع على اخر الاخبار المحليه والعربيه والاوروبيه في المواقع والصحف مع زميلتنا العزيزه روزان نصر مراسله قناه النادي الاهلي. روزان صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير عليك يا نهواند، وصباح الخير طبعا على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا كالعادة يعني نحب نفكر مشاهدينا قبل الأخبار بجدول المباريات. النهاردة يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، حيث تقام مباراة بيراميدز ونادي مصر على استاد الدفاع الجوي في الساعة 5:30 مساء، ومباراة أم بي والأهلي على استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة 8 مساء، طبعا ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري العام. ومعايا أول خبر من جريدة الشروق، برشلونة يسعى لتخفيض الرواتب من جديد بسبب كورونا. يسعى مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني لخفض رواتب اللاعبين والعاملين بالنادي من جديد بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق بسبب طبعا تفشي فيروس كورونا. وتحدث نائب رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي أن إيرادات النادي تراجعت بشكل كبير في الموسم الماضي، وأضاف أيضا بدأت اتصالات ليست رسمية مع اللاعبين والعاملين لخفض الرواتب السنوية. واقترح النادي يعني تخفيض الرواتب السنوية، وكان نادي برشلونة أصدر بيان يوم 30 مارس الماضي أكد من خلاله موافقة لاعبو كرة القدم على تخفيض الأجور تقريبا بنسبة 70% من الرواتب المتفق عليها. من موقع اليوم السابع، معسكر مفتوح للمنتخب الوطني أول نوفمبر استعدادا لمباراتي توجو. قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول إقامة معسكر مفتوح للاعبي منتخب مصر أول شهر نوفمبر المقبل، وتحديدا حال تأهل الأهلي والزمالك لمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا المحدد لها يوم 6 من نفس الشهر، بحيث يتم طبعا تجميع اللاعبين الذي سيقع عليهم الاختيار من الأندية الأخرى وإقامة تدريبات لهم من منطلق التواصل معهم والتأكيد على فكر الجهاز الفني قبل مباراتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا في الكاميرون طبعا 2022. ومعانا من الأخبار العربية من موقع الدستور، كورونا يجبر تونس على تجميد النشاط الرياضي في رادس. أعلنت بلدية رادس التونسية عن إيقاف النشاط الرياضي والثقافي لمدة 15 يوم مع إمكانية التمديد بسبب طبعا تفشي فيروس كورونا. وكان من المنتظر أن يخوض منتخب تونس مباراة ودية أمام نظيره السوداني على ملعب رادس يوم الجمعة المقبل، لكن سيتم نقل المباراة إلى ملعب آخر بعد إصابة 138 فرد في بلدية رادس بفيروس كورونا. ونشرت الصفحة الرسمية لبلدية رادس عبر حسابها على فيسبوك بيانا رسميا يتضمن العديد من القرارات التي تقرر اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم تحديد الإيقاف في حال لم يتطور الوضع في المدينة بعد 15 يوم. وأخيرا من الأخبار العالمية من جريدة آس الإسبانية، ريال مدريد زيرو صفقات في ميركاتو 2020 لأول مرة منذ 40 عام. طبعا يعني أغلقت سوق الانتقالات الصيفية في أغلب الدوريات الأوروبية بما فيها الدوري الإسباني، حيث شهدت سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم حالة استثنائية بسبب تداعيات أيضا فيروس كورونا ودخول أغلب الأندية في أزمات مالية. وشكل ريال مدريد حالة نادرة حيث لم يتعاقد مع أي لاعب جديد. ووفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن هذه المرة الأولى منذ 40 عام التي لا يتم فيها الفريق الملكي أي صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يعني اشتهرت ريال مدريد في العقدين الماضيين بنشاطه في سوق الانتقالات وتعاقده مع أبرز نجوم كرة القدم. اكتفى هذا الموسم باعتماد على قائمة الموسم الماضي مع استعادة خدمات بعض اللاعبين المعارين. طبعا يعني دي كانت جولة في أبرز وآخر الأخبار من موقع جريدة الشروق. عودة للاستوديو مرة أخرى. نشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة روزان، وأكيد الشكر موصول لكل الزملاء مريم وفاروق وكل مراسلي قناة النادي الأهلي.